بالهداوه يا سلامه. سلامه متضايجه لان ولدها ياكل اظافره، لكن مو بلازم تحسين الولد بالذنب يا سلامه، خاصه ان في معظم الحالات الاطفال يوقفون هالعاده بروحهم. الظاهره شائعه اكثر مما تتخيلين، وتصيب 30% من الاطفال بين السن السابعه والعاشره، و45% من المراهقين عقب يخف انتشارها، لكنها تبقى في 10% من الرجال فوق سن الثلاثين. أكيد سلامة خايفة من مضاعفات أكل الأظافر، وأولها حدوث تشوهات في الأظافر وجروح والتهابات في الجلد المحيط بالأظافر، غير الأضرار اللي ممكن تنتقل للفم واللثة، وأكيد الأسنان اللي ممكن تتكسر نتيجة القضم المستمر. ومن أخطر المضاعفات انتقال الجراثيم والطفيليات للجسم عبر الفم إذا كانت اليدين والأظافر متسخة. الطريقة الأولى لتفادي هالمشكلة هي تعليم الأطفال العناية بأظافرهم وقصها بعناية. واحد المحاولات السهله المتوفره بالصيدليات لايقاف هذه العاده السيئه استعمال طلاء اظافر خاص طعمه مر. اما الحالات المستعصيه فممكن تحتاج لعلاج نفسي وسلوكي، لكن مثل ما ذكرت الاحتمال الاكبر هو زوال هذه العاده بروحها مع الوقت بتشجيع من الاهل. وعساكم دوم صحه وسعاده.